أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري الخاص الذي يأتيكم مباشرة من قناة الحياة الجزائرية. وبما أن الأولوية للحدث، فرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحضر جانبا من أشغال المؤتمر للميا الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بقصر الأمم بنادي الصنوبر. وبذات المناسبة، رئيس الجمهورية يحيي كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في أشغال المؤتمر. واحنا